مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل، طقس معتدل وغالبا مشمس أثناء النهار، لكن تهب رياح شرقية قد تثير الغبار والأتربة أحيانا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تبين سرعة الرياح نلاحظ أن هناك رياح شرقية إلى جنوبية شرقية ستؤثر على المملكة وخاصة المناطق الجنوبية وبعض الوسطى أيضا وبعض المناطق الشرقية، تؤدي أحيانا إلى إثارة الغبار والأتربة وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 9 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، ارتفاع على درجات الحرارة، طقس معتدل أثناء النهار، لطيف أثناء الليل، لكن بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر تميل الأجواء إلى البرودة. والحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد 26، الصغرى 17، يوم الاثنين 26 مع ظهور بعض السحب وهذه العظمى، والصغرى 17، يوم الثلاثاء أجواء مشمسة ومعتدلة بالنهار، لطيفة بالليل، العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، نبدأ في المناطق الشمالية، أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، لكنها زي ما حكينا تميل إلى البرودة قليلا بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. إربد 26-16، عجلون 27-18، جرش 28-18، المفرق 27-16 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى، البلقاء 27-19، مأدبة 26-17، عمان 26-17، الأغوار البحر الميت والأغوار أجواء حارة نسبيا 36-25، والزرقاء 28-17 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أجواء مغبرة، الكرك 25-16، الطفيل 26-16، الشراه 23-13 مع أجواء مغبرة، وإمعان 24-13، وخليج العقبة أجواء مغبرة 30-20 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية أيضا أحيانا بتكون مغبرة ودافئة أثناء النهار وأيضا تميل للبرودة أثناء الليل، الأزرق 29-15، الصفاوي 28-13، الرويشد 27-15 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع